السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. الخطوة اليوم غادي نتكلم معكم في الخبر الصادم التي أعلنت عنه السلطات الإسبانية اللي هو اعتقال أكثر من 20 مهاجر مغربي وحيدوا لهم الإقامة ديالهم ومتابعتهم متابعات قضائية صعبة. لكن الأمر ما غاديش يتوقف غير في هذا الأمر، غادي نوضح لكم علاش شدوهم وعلاش حيدوا لهم مراقبهم، واش ممكن يحيدوا بزاف ديال المهاجرين المغاربة الوراق ديالهم. هادشي غادي نوضح لكم لأن كاين أوامر بتعميق البحث على مثل هذه الاشكال ديال طلب الاقامه هنا في اسبانيا، وخاصه لقاو بان في المقدمه مغاربه، والمغاربه هم اللي لقاوهم كيبيعوا ويشريوا في جميع الوثائق الحكوميه ديال اسبانيا باش انه يصايبوا الاوراق. غادي نوضح لكم البيع ديال شهاده السكن هذا اليوم شدوا عصابه كبيره، ولكن يعني حيدوا لهم الاوراق كاملين، زائد ان كما قلت لكم كاين متابعات صعبه وصعبه. لا السؤال، واش غادي يكون تعميق البحث على جميع المغاربه اللي طالبين الوريقات ديالهم في هذه الوقيته بسبب هذا الحادث هذا؟ واش حنا كاملين كنتحملوا المسؤوليه ديال ما تؤول اليه الاوضاع، خاصه الصوره ديال الجاليه المغربيه بدات يعني كتبان كانها في التزوير، في القتل، في الجرائم، يعني في هذه السنه هذه ديال 2023 هنا في اسبانيا، ام ماذا؟ غادي نحاول نوضحوا كل شيء بتفاصيل الخط، لان الامر جلل والامر كبير، والسلطات الاسبانيه يعني فاتحه تحقيق كبير ومعمق على هذا النوع ديال الاقامات، وممكن ان يكونوا يشدوا بزاف ويحيدوا لهم الاقامه ديالهم. لكن ماشي المشكل كما قلت لكم غير يحيدوا لك الاقامه، راهي في متابعه القضائيه. نبداو الخوت بالتفاصيل. الله يجزيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج في هذه الانواع الفيديوهات، نبغيو البارطاج واللايكات واعطونا الاراء ديالكم. علاش؟ لان هذا الموضوع هذا الخوت راه دائما تكلمت عليه قبل، كانوا شدوا ناس كيبيعوا شهاده السكن لخوتهم كيبيعوا لهم ب 1000 الاورو، عقود العمل ولا وعود ديال عقود العمل ولات كتباع ب 10 المليون عباد الله، مغاربه كيبيعوها، هذه وثيقه ممنوع التباع. غادي نوضحوا كل شيء بالتفاصيل. واش بحال هذه العمليات اللي كدير السلطات الاسبانيه ديال انها كتشد بحال الناس اللي كيزوروا ولا كيبيعوا وثائق حكوميه هي في صالح المهاجر او ضده؟ غادي نوضحوا كل شيء بالتفاصيل، فانتم عليكم البارطاج واللايكات الخوت. اذا نبداو على بركه الله بالخبر اللي هو السلطات الاسبانيه اليوم اعلنت على انها شدت واحد المافيا تتكون من 20 مغربي، واللي كترأسهم اللي هو الشاف اللي وجد لهم كاملين وزور لهم اوراق وزور وثائق حكوميه هو مغربي، كاين في قرطبه حسب التصريح ديالها ولا حسب البيان ديال الشرطه. كما كنشوفوا الخوت، زوجات مقابل 400 ديال الاورو، لقاو كيضحك على الاسبان وكيضحك على المغاربه، هو مغربي يعني كيبيع ويشري في كل شيء. شبكة زيجات المصلحة منخفضة التكلفة، تسقط منظمة قائمة بتنظيم المهاجرين من شمال إفريقيا من خلال الأزواج الزائفين بحكم الأمر الواقع، وكانت النساء وبعضهن لديهن تاريخ في أفعال مماثلة يتقاضين أجورا أقل بعشر مرات من المعتاد، كشف فريق سن المؤامرة. باش البوليس يعني فكوا هاد المؤامرة هادي ولا فكوا هاد التزويرات، فارق السن، لقاو بان عدد ديال الملفات مدفوعه، مرا في عمرها 50 عام والشاب في عمره 23 عام، ودافعين بانه الزواج ولا باريخه ديال شو مزوره بالفلوس ولا الى اخره. لكن واحد لقاوه انه هو اللي منظم هذا الشيء كامل، فكل شيء مشى فيها. وغادي نوضح لكم حتى ديال عقود العمل ديال شهاده السكن وكل شيء راه خطير الخوت، نوضح لكم بالتفاصيل. كان فارق السن الواضح بين الزوجين هو الدليل الأول، الخلفية التي تراكمت لدى النساء أثارت الشكوك، وانتهت تحقيقات المحققين إلى كشف المؤامرة، واعتقلت الشرطة الوطنية في جيان وقرطبة وملقا 32 شخص لصلتهم المزعومة، 32 واحد اللي شدوا لصلتهم المزعومة بشبكة توفير المهاجرين المغاربيين روابط وأهداف ملائمة لتسوية وضعيتهم. دائما المغاربة عباد الله، دائما المغاربة محطوطين في التزوير في مصان الدم، فعيب صاحبي والله الا عيب. تم اكتشاف حوالي 20 طلبا احتياليا للحصول على اجازة عائلية مجتمعية، وبدأ التحقيق الذي اجرته فرقة الهجرة بمقاطعة جيان في فبراير الماضي بعد الكشف عن عدة طلبات للحصول على تصاريح إقامة من أفراد عائلات مواطنين اتحاديين أثارت شكوك جدية. دابا خصكم تعرفوا راه السترانخيلية ولو فاش كتدفع ليها وخا تجاوبك تفابورابل وتعطيك الأوراق، راه إلا كان الدوسي ديالك مشكوك وماشي حقيقي وفيه تزويرات راه كيعطيوك، ولكن علاش كيعطيوك؟ غير باش كما كنقولوا كيسرحوك بالدارجة ديالنا. كيسرحوك، هادشي اللي داروا، سرحوا بزاف ديال القضايا، عطاوهم الأوراق والمهاجرين خداو الأوراق، والبوليس تا مشاو للدار وشافوا المرأة ساكنة في قنت وهو ساكن في قنت،
وتابعوهم الى اخره، وكيشوفوا بان حتى يجمعوا واحد العدد كبير باش كتسمى شبكه اجراميه احتياليه. شدو هو اللي وقع؟ راه كاين الان اللي مسكين ضحايا، ولكن للاسف راه شكون هو الضحايا؟ راه هما داك التجار، هما اللي كيكون داك الوسيط، هذاك الوسيط هو اللي كيخرج، هو اللي خرج على صوره المغرب، على صوره الجاليه المغربيه هنايا. هذاك اللي مشى عند الاسبان، حنا غادي نشوفوا حتى الاسبانيات اللي داروا معاه هذا الزواج المصطنع، راه هما بداو كيتشكاو عند البوليس، قال لهم حنا عطاونا، انا عطاني غير 400 الاورو، وهو شاد من عند اخوه المغربي، شاد من عنده 5000 الاورو، شاد من عنده 5 ديال المليون وعطى للسيده 4000 درهم. تخيلوا اصاحبي هذاك الوسيط، راه هذاك هو اللي خرج على المهاجرين هنايا، خرج على صورتنا. راه شحال هذه ما كانت كونترا لا كتباع، شهاده السكنه ما كانتش كتباع، كلشي ما كانش كيتباع. عقد العمل كاين قانوني كتعطى لك، انت كتمشي عند شي شركه تقول لها انا باغي نخدم معاك، اعطيني وعد عمل. داك الخيفي كيعيط للخيستور ديالو، وعد عمل كيديروا لك في دقيقه، طق 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 طق، ما كيخسر فيه والو، كيعطي لك تدفع الاسترنكريه. المغاربه والسماسريه اللي دخلوا في الوسط هما اللي كيمشي عندك خيفي كيقول ليه لا راه باغي تعطي هذاك طلب كونترا، علاش تعطي ليه فابور؟ غنبيعو ليه بخمسه. كيمشي عند الاخر كيقول ليه غنجيبها لك بعشره، ياخذ من عند هذا 10 وكيعطي الخيفي خمسه، حتى حتى الخيفي تا هو كيطمع كيولي يشوف 5 المليون. ولكن شكون السبب؟ راه هما ذوك الوسطاء، هما اللي الان السلطات الاسبانيه دايره عليهم حمله قويه وقويه بزاف. كانوا شدوا عصابه اللي كتبيع شهادات السكن. انا كيتصلوا بيا اخوان، خلوا لي لي كومونتير في, في, في الفيديوهات. برشلونه قال لك برشلونه ولا مورسي قال لك شهاده السكن وصلت ل 1000 الاورو. وتخيل الوثيقه حكوميه الدوله الاسبانيه كتعطي للمهاجر بالمجان فابور، دوله كتخسر خاسره عليها موظفين، كتخلصهم في لايوتامينتو جالسين تما، كاين الدوله اللي كتخلصهم وما كتبيعش لك ديك الورقه، كتعطيها لك فابور. ويجي واحد ماليه ما عليه غير داخل يتسمسر وكذا، وكيبيع لك شهاده السكنه ب 1000 الاورو، كيبيع لك عقد ديال العمل ب 5000 10000 ديال الاورو. بعد مرات انا كنسمع عقد ديال العمل ب 10000 اورو كيتباع في برشلونه وفي هذا. خليونا الخوت الاراء ديالكم، شحال كيتباع عندكم في المناطق ديالكم؟ راه خصنا كاملين ندويو، راه بحال شكون اللي كيتمص الدم ديالو؟ راه هو داك المهاجر. شكون اللي كتوسخ الصوره ديالو اليوم بهاد الافعال؟ راه هما حنا كجاليه مغربيه. اليوم جميع السترانخيريات كانهم عندهم اوامر ديال انهم يعمقوا البحث مع المغاربه، لان شافهم كيزوروا. هو تا هو جاي لك شهاده السكنه مشاريها، ما ساكنش هو في داك العنوان ديالو بصح، الزواج اللي داير دايرو غير كذوب مخلصو، وهذا الشيء شحال هذه كان كيدار وما كان حتى واحد كيعرف. علاش؟ لان كان كيدار مباشره، ما كانوش السماسريه اللي كيقلبوا هذا ويقلبوا هذا، تكتنوض بالبلبله وكلشي كيتفرش كلشي. هذه امور غير قانونيه ما خصهاش دار. فارق السن الكبير بين الزوجين، وتخيل كان كيجيب ليهم مرا شيبانيه ويجيب دري صغير ويلاصق ويدفع السترانخيريه. السترانخيريه شكات قالوا هو هذا جالس كيدوزو علينا ولا شنو. فكلهم شباب مغاربه، كلهم شباب مغاربه، منهم ومعظمهم من الاسبان المقيمين في قرطبه. فتح الباب امام احتمال ان تكون هذه الجهيزات مرتبطه لتنظيم المهاجرين بشكل غير قانوني. الان داروا لهم التجاره في البشر، وهذه يعني جريمة ثقيلة وثقيلة بزاف، تزوير وثائق الدولة، الكاذب على الدولة. راه الأمر هذا، راه القانون لا ما كيرحم في هذا الشيء. وكتفتح لي الوثائق أن الزوجات كن في السابق شركات فعاليات المواطنين الآخرين من شمال إفريقيا لنفس الغرض على الأرجح. أشنو هاد النساء هادو اللي كيدفع بهم الأوراق؟ كانوا قبل زوجات ديال المهاجرين وخداو عليهم الأوراق، وملي دازت 3 سنين تفارقوا معاهم وداروا عتاني، يعني تاهما دايرينها كحرفة مع هاد السيد هذا. داكشي علاش الشرطه دخلت ليها الشك وناضوا بحثوا في كل شيء ووقفوا. دابا اكثر من 20 الغاو ليهم يعني الغاو ليهم يعني الاقامه ديالهم. كما كنشوفوا افادت مركز الشرطه مقاطعه جيان ان التنظيم الاجرامي يتمركز بشكل رئيسي في مدينه بوزو الكون في جيان وفي عاصمه هذه المقاطعه، على الرغم من انتشاره ايضا في قرطبه وملاقا. عنده الناس في قرطبه وعنده في ملاقا وعنده، فهمتي؟ يعني هنا في سيبيا راه كانوا نقاو واحد شويه في واحد الوقت. وكانت طريقه العمل المستخدمه هي كما يلي: قاموا بتجنيد نساء من قرطبه، عرض عليهن حوالي 400 الاورو، هو شاد فلوس صحيحه وكيعطيهم 400 ديال الاورو مقابل موافقتهم على التسجيل في يعني باريخا ديتشو. اها قال لك دفعوا مبلغا اعلى بكثير لهذا المخطط، حصلوا على وضع فرد من عائله مواطن مجتمعي. اما المهاجرين قال لك دافعين الفلوس صحيحه، تقريبا ما بين 3000 الاورو حتى 4000 الاورو حتى 5000 ديال الاورو في بعض الاحيان. قال لك اكتشفت الشرطه ما مجموع 20 طلب للحصول على تصريح عائلي احتيالي، وتم الغاء 14 منها. 14 الغاوها وسته راه مازال كيبحثوا فيهم. حيدوا لهم الاوراق ومتابعينهم الان متابعات قضائيه. تخيل عاطي فلوسك، عاطي 5 ديال المليون
تحيدوا لك الاوراق، والان تم متابعه قضائيه وممكن غادي يكون فيها الطرد. لذلك الخوت الله يجزيكم بخير. نحاولوا نصيبوا الامور، حتى القانون ديال الهجره حتى الان كيتساهل. كاين بزاف ديال الطرق القانونيه كيفاش بنادم يديرها، كاين بزاف ديال الطرق القانونيه. بعدوا على المحتالين وعلى السماسريه، راه هما اللي كيخرجوا عليكم. بعد على داك السمسار اللي كيجيو كيقول لك بغيتي الاوراق عطيني 10 مليون نجيب لك دابا مراه وكذا ودير معاك وهذه وهذه. هادشي اللي راه ولا الان، ها كيفاش مشى داكشي شحال هذه الان. ولات السلطات الاسبانيه كتراقب بزاف، راه ولاو كيجيو البوليس عندك سيفي اللي يجيو عندك للدار يراقبوك. ما تكذبوش عباد الله، ما تكذبوش، ما تحتلوش، راه في الاخر كتولي مضيع كلشي. والان بهذا الحادث اللي وقع صافي، حتى سترانخيريا الان جميع الملفات غادي تفليها ديال بصح، وغادي يبقاو الشرطه يجيو ما تشوفهمش انت، يجيو غير يراقبوها من بعد كيديروا التقرير ديالهم كيمشيو. عفوا، فالله يجزيكم بخير. بنادم بغى يصايب شي حاجه يصايبها مزيان. ها هما شوف دابا هادو مشاو، ودابا شوف راه دابا الجباد نحل على واحد العدد كبير غادي يبحثوا معاهم، والعدد كبير شحال بقات في 20 دابا، هما شدوا 32 واحد دابا اللي راه مشدود بمجرد الحصول على سجل التسجيل كزوجين بحكم الامر الواقع اللي هي باركا دي تشو. حتى باركا دي تشو مسهله فيها السلطات الاسبانيه باللي غادي يحيدوها كاع. راه بعض الاحيان راه المهاجرين كيكونوا هما اللي كيخرجوا على رئيسهم بيديهم، هما كيديروا شي افعال اللي كيخليو السلطات الاسبانيه انها دير شي اجراء ضدهم باش توقف. واش حتى السلطات الاسبانيه الحكومه الاسبانيه كتساهل معاك، دارت لك بزاف القوانين، الرايغو بورفورماسيون ديال سنتين ديال بزاف ديال الامور كاينه سهله. ما كايناش شي بلد، حتى شي بلد ما مسهل القوانين ديال الهجره. تجي انت من داك السهوله وتبدا تكذب وتنصب وتبيع وتشري، شحال السكنه تباع عباد الله بمليون، راه عيب. واخا، اثناء التحقيق الذي انتهى في عمليه الكون، اكتشفت الشرطه مجموع 20 طلب احتياليا للحصول على تصريح عائلي، وتم الغاء 14 منها، وبالمثل تم الغاء حوالي 20 تسجيل غير قانوني في سجل الازواج بحكم امر الواقع في قرطبه. 20 مغربي حيدوا ليه باريخ ديالو ديالو في قرطبه، ما بقاش مسجل. الان راه كيبحثوا في ملاقا وكيبحثوا في عده اماكن، ممكن بان كيبحثوا في جميع السترانخيريات الان، لان الان صافي راه عاقوا لهم بالقلب. واخيرا قام المسؤولون عن القضيه بالقاء القبض على 32 شخص، من بينهم الزعيم الرئيسي للشبكه، وهو رجل مغربي الجنسيه بلغ من العمر 43 سنه. هذا هو اللي كان مسير هادشي كامل، هو اللي كان منوض هادشي كامل، وله سجل اجرامي عريض رغم انه ليس لديه اي سجل في اعمال اجراميه، ويجري التحقيق مع المعتقلين بتهم الترويج للهجرة غير الشرعية وتزوير وثائق الانتماء إلى منظمة إجرامية. هذا هو الخوت الخبر، وحيدوا لمراقيهم. والآن راه كاين الأمر ماشي غادي يتوقف عندهم كما قلت لكم، راه ممكن أن يبحثوا الآن في الجميع، وماشي كاع اللي خدا هادو راه خداو. راه فاش كنقولوا إلغاء 14 الإقامة، يعني السلطة الإسبانية عطاتهم تسترنخي عطاتهم الإقامة، شدوا الأوراق ومشاو، راه خدام ممكن طلع ألطا ممكن هذا، ولكن ملي جاوا البوليس بحال اللي سرحوه، سير نشوفوك واش تبقى ساكن مع ديك السيده ولا لا. ملي كيتبعوه ما كيلقاوه لا ساكن معاه لا والو، يعني جواج مصلحه، جواج ديال الكذوب، كذبتي زورتي الوثائق، مشيتي دي سنيتي انت في الريجسترو سيفيل بانك راك داير برخا ولا مجوج مع هاد السيده وانت ما مجوجش معاها، اذا كذبتي على الدوله. بالتالي السلطات الاسبانيه مشات هي شدات هادشي. حنا الخوت علاش كنجيبو هاد الاخبار للتحذير؟ ما بغيناش الناس يطيحوا في هادشي، ما بغيناش علاش؟ لان دابا كاين اللي يقول لي مصطفى صافي هاد 20 ما داروا الدم راه استاهلوا العقوبه، صافي علاش حنا غادي نخافوا؟ لا الخوت، راه كاين الان اوامر باش انهم غادي يبحثوا في الجميع، تعميق البحث، وراكم قريتوا لكم تما كاين تعميق البحث. 20 اللي شدوا، 14 حيدوا لهم الاقامه، وسته مازال كيبحثوا، مازالين كيبحثوا، لان لقاو الخيوط ديال هاد العصابه كاينه في كوردوبا وفي مالاغا وفي جيان، يعني لقاو عندها خيوط وممكن يكتشفوها في مدينه اخرى، ممكن يكتشفوا. علاش؟ لان الناس صافي عيقوا عباد الله. راه حتى الان المهاجرين بداو كيتشكاو، راه مهاجرين انا كنسمع مهاجرين كتبوا لي كيقول لك انا غادي نمشي عند البوليس نقول لهم راه فلان باع لي كونطرا بسته ديال المليون اللي دفعت، رفضوا لي كونطرا خاويه فالسو، وكنقول له رد لي فلوسي ما بغاش. هادو الناس كيدويو معانا كيكتبوا لي انا كنقرا لي كومونتير. شحال من واحد قال لي يا خويا راه طالب لي كونطرا ب 10 مليون وانا والله ما عندي، ما جابعش منها حتى هذا، بحال كنخدم في الفلاحه كنجمع شويه الصرف كنمشي نخلص به الكرا هذا، كيفاش انا غادي نخلص لي 10 مليون في كونطرا؟ واش عبد الله انت ملي السلطه الاسبانيه ملي البوليس او ملي السترانخيريا تسمع بان عقد ديال العمل كيتباع ب 10 مليون
واش انا غادي تقبل؟ واش انا غادي تخلي هذا الشيء؟ راه فعلا راه خصهم يخرجوا يديروا هذه الحملات ويراقبوا. انا ما كرهتش يخرجوا يشدوا كاع هذو اللي كيبيعوا الكونترات وكيبيعوا عقود ديال العمل وكيبيعوا شواهد السكن، لان هذا الشيء عيب، راه كامل كيضر صورتنا وكيضر صوره المهاجر اللي مسكني يلاه جاي يلاه بدا. علاش تبع ليه وثيقه اللي هي فابور عباد الله؟ وعقد ديال العمل علاش يتباع ب 10 مليون؟ عقد ديال العمل ما كيكلفش الخير فيه 50 اورو، ما كيكلفوش 50 اورو، 10 الاورو ولا ما عرفتش شحال ما كيكلفوش ديال الخيستور. صافي الخيستور خصو يكتب هكا شويه ديال المداد، جوج ورقات يعطيها لك، ديك الورقه سير دفع بها الله يسهل عليك. مغاربه كيبيعوها ب 10 مليون، هذا الشيء عيب. حنا خصنا نقولوها، حنا كمواجهين عامه خصنا نقولوا هذا الشيء عيب، هذا الشيء خص تدخل فيه السلطات الاسبانيه وتبحث فيه، لان هذا الشيء كيضر بينا وكيضرب الجميع. نبغي الاراء ديالكم اخواني، وحبكم في الله. كان معكم اخوكم مصطفى البارودي، الى اللقاء.